البطولة سجلت امتيازاً آخر، تقربت من العديد من اللاعبين وكلهم أبدوا الرضاء الكامل والتام عن أجواء الضيافة والتنظيم المحكم، ولعل نجاح الدوحة في تنظيمها بإحكام عكس مدى الحرص التام على تقديمها كما يجب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. مهمة البطولة هذه، مهمة في كل شيء، في التصنيف العالمي، في التأهيل. الآن احنا كاتحاد دولي عندنا بطولات، صراحة جالسين في اجتماعات، يمكن الاثنين الجاي عندنا اجتماع حاسم المكتب التنفيذي، ان عندنا بطولات الآن اليابان اوبن، تشاينا اوبن، هونغ كونغ اوبن، ممكن الثلاث يتكنسلون، شلون نعملهم؟ نحاول بأي شكل نشوف شلون وين نعملها، في أي منطقة نعملها، لو حتى قدرنا نعمل الثلاث بطولات في مكان واحد. بطولة قطر أهميتها يمكن تكون آخر بطولة قبل الأولمبياد.